بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بإذن الله مكملين مع بعض. إحنا بفضل الله كنا مخلصين الأورجانيلز كلها، مش متبقينا في هذا الشابتر إلا السيل إنكلوجنز اللي هناخدها في الفيديو ده، وحب أن بقى النيوكليس إن شاء الله هناخدها على 2 فيديوز أو على درسين، بحيث يبقى موضوع سهل يعني. فهنبدأ النهاردة بإذن الله رب العالمين مع بعض السيل إنكلوجنز أو محتويات الخلية. اولا بس عشان اللي مش متخيل ما معنى سيل انكلوجنز او يعني ايه محتويات الخليه، في البدايه كنا قسمنا الخليه وقلنا ان انا عندي سيل ميمبرين او غشاء للخليه، وبعدين عندي نيوكليوس وعندي سيتوبلازم، وبعدين جينا بعدها واتكلمنا عن السيتوبلازم وقلنا ان هو بيتكون من مجموعه من الاورجنلز او مجموعه من العضيات اللي قسمناها الى ميمبرينس ونون ميمبرينس اللي اتكلمنا عنهم. طيب ما بين هذه الاورجنلز في حاجات كمان، في حاجات زياده ما بينهم، خلاص كده في محتويات زيادة. هذه المحتويات أنا بسميها السيل انكلوجنز، خلاص كده. يبقى السيل انكلوجنز هي مجموعة من المحتويات المتواجدة ما بين الأورجنلز، ما بين العضيات. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. إيه هي بقى أصلا السيل انكلوجنز؟ بنقول أول حاجة عندي نيوتريتيف سبستنس. يعني إيه نيوتريتيف؟ نيوتريتيف جاي من نيوتريشن، نيوتريشن يعني تغذية، يعني المواد المسؤولة عن تغذية الخلية، الأكل بتاع الخلية يعني. أول حاجة مثلا بروتينز، بروتينات. These are present in all cells، موجودة في كل الخلايا طبعا، either free، يا إما البروتين ده يبقى free زي مثلا الإنسولين. إحنا قلنا الإنسولين قبل كده هرمون ولكنه بروتين. قلنا الهرمونات في أنواع منها كتير، في هرمونات ليبيد وفي هرمونات مش عارف إيه، وفي هرمونات بروتين منها مثلا الإنسولين. Or bound to other، يعني يا إما البروتين دوت free لوحده زي الإنسولين كده بيبقى لوحده مركب لوحده مش ماسك في حاجة، يا إما إن هو يبقى ماسك في مركب تاني زي مثلا حاجة اسمها اللايبوبروتين. يعني ايه لايبو بروتين؟ قال لك بروتين اللي هو اللي احنا عارفينه بروتين، امال لايبو؟ لايبو جاي من ليبيد يعني دهون، يعني جزيء ليبيد ماسك في جزيء بروتين، عملوا مع بعض لايبو بروتين. زي مثلا قبل كده افتكر حاجه اسمها جلايكو بروتين. يعني ايه جلايكو بروتين؟ ان بروتين اللي هو بروتين، وجلايكو تعني كربوهيدرات، فحته الكربوهيدرات مع حته بروتين يكونوا مركب اسمه جلايكو بروتين. مثلا فوسفو بروتين، بروتين مع واحده فوسفيت وهكذا. ده بالنسبه لمين بقى؟ بالنسبه للبروتينز، يبقى موجوده في كل الخلايا، يا اما فري زي الانسولين يا اما ماسكه في حاجه ثانيه زي اللايبوبروتين. تاني حاجه عندي هنا الجلايكوجين. طبعا الجلايكوجين لمن لا يتذكر الجلايكوجين، هو احنا عندنا بناخد السكر او الجلوكوز بيمتص في جسمنا ويدخل السيركيوليشن، تيجي الانسولين ياخد هذا السكر، ياخد الجلوكوز يدخله جوه الخلايا، في منه جزء بيساهم في انتاج الطاقه وفي جزء منه تاني بيتبقى لان يعني نسبته عاليه او اكتر من اللي احنا عاوزينه، فيجي الانسولين يحوله الى جلايكوجين ويروح يخزنه في الكبد والعضلات في الليفر اند المسلز، خلاص كده هو ده الجلايكوجين. يبقى الجلايكوجين موجود فين؟ از بريزنت ان muscles، في العضلات اند الليفر سيلز، في الكبد طبعا. از جرانيولز بيبقى عباره عن حبيبات، بيظهر هذا الجلايكوجين على هيئه حبيبات، خلاص كده. طيب انا بقى عاوز اشوف الجلايكوجين دوت باللايت مايكروسكوب والالكترون مايكروسكوب. قال لك باللايت مايكروسكوب هيظهر هذه الجرانيولز بتاعه الجلايكوجين، هتظهر على انها ريد جرانيولز او هيبقى لونها احمر لو انا صبغت الجلايكوجين بصبغه اسمها بيست سكارمين، لكن هيظهر لونها بيربل لو انا صبغت الجلايكوجين بصبغه اسمها بيروديك اسيد جاف. وطبعا الناس اللي تابعت كورس المايكرو تكنيك او الشابتر بتاع المايكرو تكنيك احنا خدنا الكلام ده هناك في الجلايكوجين، وقلنا ان انا لو صبغت الجلايكوجين بصبغه اسمها بيست سكارمين هيتلون الجرانيولز باللون الاحمر، لكن لو صبغتها بصبغه ثانيه اسمها بيروديك اسيد شيف هيظهر الجلايكوجين باللون البيربل اللي هو بالشكل ده. مثلا ده مثلا ليفر، دي عينه الى العنين الكبد، وانا واخد منها الجلايكوجين اللي فيها وصبغتها بالبيروديك اسيد شيف، فكل الحبيبات ديت هي دي الجرانيولز، هي دي الحبيبات، كل الحبيبات عندي هي ظاهره باللون البيربل. ليه ظاهره باللون البيربل؟ لان انا صابغها بالبيروديك اسيد شيف. طب افرض ان انا غيرت الصبغه واستخدمت البيست سكارمين، الحبيبات دي كلها هيتحول لونها من البيربل، هيبقى لونها احمر. ده كده شكلها مين بقى؟ باللايت مايكروسكوب. امال بالالكترون مايكروسكوب؟ قال لك بالالكترون مايكروسكوب احنا بنقسم الجرانيولز دي لنوعين، عندي حاجه اسمها الفا جرانيولز وحاجه ثانيه اسمها بيتا جرانيولز. الفا وبيتا، الفا وبيتا، طب ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك الالفا موجوده في الليفر، يعني الالفا احنا قلنا الجلايكوجين يا اما موجود في المصل يا اما موجود في الليفر، شويه الجلايكوجين شويه الجرانيولز اللي موجوده في الليفر دي اسمها الفا جرانيولز، شويه الجلايكوجين اللي موجود في المصل دي اسمها البيتا جرانيولز،
خلاص كده. يبقى ما تنساش وما تلخبطش، الفا موجوده في الليفر لكن البيتا موجوده في الماسل فايبرز. خلاص كده. يبقى الجلايكوجين تاني نيوتريتيف سبستنس عندي ال ام وي ام. ال ام بيظهر باللون الايه ريجرانيولز بيسس كارمين، بيربل بالبروتيك اسيد اتشاف. اي ام الفا وبيتا، الفا في الليفر وبيتا في المسلز. طيب بعد البروتين وبعد الجلايكوجين ثالث مركب نيوتريشن عندي هو الليبيد، هو الدهون. الليبيد طبعا ار بريزنت ان موست سيلز في معظم الخلايا. تعال نشوفها بالال ام والاي ام. برضو الليبيد للجماعه اللي خدوا شابتر مايكرو تكنيك افتر فريزنج، لو انا عملت لها فريزنج او انا عملت لها سبيشال ستينز يعني حطيت عليها صبغات، صبغات خاصه زي مثلا حاجه اسمها اوزميك اسيد زي سودان 3 وزي سودان بلاك. قلنا الكلام ده، قلنا ساعتها ان انا لو صبغتها بسودان 3 هيظهر لونها بيربل، الليبيدز هيبقى لونها بيربل شبه المنظر ده مثلا. لو انا صبغتها بالاوزميك اسيد او صبغتها بالسودان بلاك هيطلع لونها بلاك. خلاص كده. يبقى على حسب الصبغه اللي انت بتستخدمها مستني تشوف الليبت هيبقى شكله عامل ازاي. هيقول لك ان هما بيابير از سمول دروبلتس او لارج جلوبيولز يعني مركبات كبيره او ان هما بيبقوا صغيرين. طيب بالالكترون مايكروسكوب هتلاقيهم باينين على انهم نون ممبرينس جرانيولز او هي عباره عن حبيبات ملهاش ممبرين، مش مهم. طيب بعد البروتين وبعد الجلايكوجين وبعد الليبت ادخل بعد كده على البيجمنتس. البيجمنتس ما معنى الصبغات، بيجمنتس معنى الالوان، ولكن مش الصبغات اللي هي الستينز، مش الصبغات اللي انا عاملها، مش الصبغات الصناعيه، لا الصبغات الطبيعيه اسمها بيجمنتس. هذه البيجمنتس بقى بنقول ان هي عباره عن ممبرين باوند سابستنس او مركبات ليها ممبرين which are present in all special types of cells، موجوده في خلايا معينه بس. They can be divided into، انا هقسمهم لحاجتين. انواع البيجمنتس عندي حاجتين، يا اما endogenous بيجمنتس يا اما عندي اكسوجينس بيجمنت. انا قلت كلمه اندوجينس واكسوجينس قبل كده، قلنا انه اندوجينس يعني جاي من مصدر داخلي يعني موجود جوه الجسم، اكسوجينس مصدر خارجي جاي من بره الجسم. خلاص كده. يبقى اندوجينس مصادر داخليه يعني صبغات مصدرها داخلي، مصدرها بيجمنت من جوه، لكن الاكسوجينس ده انا واخدها من بره من الشارع. خلاص كده. طيب اول حاجه عندي مين؟ اول حاجه عندي الاندوجينس بيجمنت. هذه اندوجينس بيجمنت زي مين كده؟ قال لك زي اول حاجه عندي الميلانين. اول حاجه عندي الميلانين، صبغه الميلانين طبعا، ومن لا يعلم الميلانين، انها موجوده في الابيديرمال سيلز اوف السكن، موجوده في خلايا السكن. كلمه ابيديرمال جايه من ابيديرمس، ابيديرمس يعني سكن برضو. خلاص. فالإبيدرمال سيل اوف السكين يعني موجودة في خلايا السكين. طبعا الميلانين اللي ما يعرفش الميلانين هي دي المسؤولة عن اللون، بمعنى ان مثلا الجماعة اللي هم القوقاز او الجماعة الاوروبيين بيبقى دايما بشرتهم بيضاء لان الميلانين عندهم نسبته قليلة، على عكس الجماعة الافارقة او الزنوج اللي دايما الميلانين عندهم كتير فتلاقي بشرتهم سودة جدا. طب هو ليه الميلانين دوت بيعمل هذا الموضوع؟ اشمعنى عند الافارقة الميلانين عالي واشمعنى عند الاوروبيين الميلانين قليل؟ لان الميلانين هو الصبغة اللي بتحمي الجسم من الاشعة الفوق بنفسجية بتاعت الشمس، ومن الاشعة تحت الحمراء والحاجات اللي هي الاشعة الضارة بتاعت الشمس، لان التعرض الدائم لاشعة الشمس من غير اي حاجز قد يؤهلك او قد يوديك الى سرطانات، وقد يوديك الى حاجات اسمها ديناتيوريشن او بروتين وموال كبير. فلازم يبقى في مادة موجودة على السكن تقلل من الاشعة الصادرة من الشمس اللي داخلة على جسمك. مين اللي بيعمل كده؟ الميلانين، صبغة الميلانين بتبقى موجودة في السكن في الجلد، هي اللي بتعمل هذا الموضوع. فالجماعة الأوروبيين دول جماعة يعني عندهم الشمس بتبقى قليلة جدا، وحتى لو موجودة ما بتبقاش حامية، ما بتبقاش قوية، وبالتالي مش محتاجين ميلانين، على عكس الجماعة الأفارقة اللي ساكنين في المناطق الاستوائية اللي دايما عندهم أشعة شمس عالية جدا ودايما متعرضين للشمس بشكل كبير جدا، وبالتالي لازم يبقى في حماية ليهم. وبالتالي الحماية ديت بتتمثل في مين؟ في الميلانين. فالميلانين ده متواجد فين؟ في الابيديرمال سيلز اوف السكن. مش بس كده، موجود كمان في النيرف سيلز على فكره، موجود في الخلايا العصبيه زي السبستانشيا نيجرا اوف ذا ميد برين. طبعا الميد برين ده اللي هو جذع المخ. ان شاء الله هتاخد نيورو في الاناتومي، هتاخد الجهاز العصبي في الاناتومي، وهتعرف ان في حاجه اسمها الميد برين، وهتعرف انه من اجزاء الميد برين دوت حاجه اسمها سبستانشيا نيجرا، وتعرف ان الماده ديت مسؤوله عن افراز الدوبامين و الاخر. الماده ديت الخلايا العصبيه اللي فيها بيبقى فيها برده مين؟ بيبقى فيها برده ميلانين. برده البيجمنت سيلز اللي موجوده في الريتينا، الريتينا اللي هي قرنيه العين،
الريتينا ليها لون وليها صبغة زي صبغة الميلانين. الخلايا اللي فيها من النوع بيجمنت سيلز، بيبقى فيها برضو ايه، بيبقى فيها برضو ميلانين. يبقى الميلانين موجود في الابيدرمال سيلز اوف السكن، موجود في النيرف سيلز اللي موجوده في السبستانشيا نيجرا اوف ذا ميد برين، اند بيجمنت سيلز اوف ريتينا. طيب تعالى نشوفها بال ال ام وال اي ام. قال لك بال ال ام بتبقى عباره عن براونش بلاك جرانيولز، يعني بتبقى عباره عن حبيبات لونها اسود في بني. طبعا الميلانين زي ما احنا عارفين اللي بيجي له ميلانين كتير، يعني الجماعه اللي هم الافارقه بيبقى لونهم اسود. طيب بالاي ام بقى قال لك بيبقى عباره عن تو تايبس اوف جرانيولز، نوعين من الجرانيولز. هذه الجرانيولز قد تكون لايت جرانيولز او قد تكون دارك جرانيولز، يعني جرانيولز فاتحه وجرانيولز غامقه. ايه الفرق؟ قال لك ان الجرانيولز الفاتحه واللايت جرانيولز وذا لاتس ستراكشر، كلمه لاتس اللي عندك بمعنى نتورك ستراكشر، يعني مركب كده متداخل في بعضه. اوف التيروزينيز انزيم. ايه هو التيروزينيز انزيم؟ احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان كلمه از تعني انزيم، وانزيم او انزيم للحاجه اللي قبلها اللي هو التيروزين. التيروزين هو مركب متواجد او بيساهم في تكوين الميلانين. واحده من خطوات تكوين الميلانين ان شاء الله لما تاخدها هو ان انت تكسر التيروزين بالتيروزينيز، ماشي؟ دي خطوه مهمه جدا. اخر الجماعه اللي هم ما بيبقاش عندهم التيروزينيز انزيم، الناس اللي ما عندهمش التيروزينيز انزيم، مش بينتج عندهم الميلانين، مش بينتج عندهم الايه، الميلانين. عارف انت الجماعه اللي هم البيض خالص واللي عينيهم زرقاء وشعرهم اصفر ودايما لابسين نظارات، دول ليه كده؟ لان التيروزينيز انزيم مش موجود في الجينات، ده مرض جيني خلاص كده، وبالتالي مش موجود عندهم جينيا، فالتيروزين مش بيتكسر وبالتالي الميلانين لا ينتج. ساعتها طبعا بيبقوا اقل عرضه للشمس، او ان هم لازم يبتعدوا عن الشمس، ودايما لو عنده مشاوير يقضيها بالليل، والمثلا لو بيصيف ولا حاجه ينزل البحر بالليل، ما ينزلش البحر الصبح في الشمس. ودايما لما بينزل بيلبس نظاره، نظاره شمس مثلا، او يلبس كمامه او ايا كان. ليه؟ لانه بيحمي جسمه من اشعه الشمس، لانه ما بقاش عنده الحاجه اللي تحميه من اشعه الشمس الضاره، وبالتالي لازم هو يتصرف ويحمي نفسه. وهذا مرض ايه؟ ده مرض جيني، هذا مرض ملوش علاج. يعني انت هو جسمه كده، هو البادي لا ينتج التيروزينز، الجينات المسؤوله عن انتاج التيروزين الانزيم غير موجوده، وبالتالي لا ينتج عنده الميلانين. خلاص كده. طيب امال الدارك جرانيولز بقى؟ قال لك دي شبه اللايت جرانيولز بالظبط، ولكن اللاتس ستراكشر او نتورك ستراكشر از ماسكد، يعني مختفيه او معمول عليها ماسك بي ديفيوز سبستانس اراوند ات، يعني اللايت جرانيولز كانها شبه الدارك جرانيولز. ده كده بالنسبه لمين بقى؟ للميلانين. يبقى الميلانين متواجد في الابيدرمال سيلز اوف السكن، نيرف سيلز اوف سبستانشيا نيجرا اوف برين، وبيجمنت سيلز اوف ريتينا. بالاي ام بيظهر براونش بلاك، بالاي ام نوع لايت ودارك. في كلتا الحالتين لاتس ستراكشر اوف التيروزينيز انزيم. اخر حاجه عندي في الميلانين، في عندك حاجه في الكتاب اسمها ميلان وسوم. ميلان وسوم ايه؟ ميلان وسوم دي بتبقى حاجه موجودة في الميلانوسايت، يعني في الخلية اللي بتنتج الميلانين. الخلية اللي تنتج الميلانين اسمها ميلانوسايت. الخلية اللي تنتج الميلانين في الجلد اسمها ميلانوسايت. إن شاء الله لما هناخد السكن مع بعض في الهيستو هتعرف إن واحدة من مكونات الجلد الميلانوسايت. خلاص كده؟ بيقول لك بقى إن الميلانوسوم موجود في الميلانوسايت وباوند ويز الممبرين، متغطي الممبرين. الميلانوسوم هو اللي بيفرز الصبغة بتاعت الميلانين، يعني موجود في الميلانوسايت. مش مهم أوي يعني. دي طبعا صورة الميلانوسايت عندي، آسف الميلانوسوم، دي صورة الميلانوسوم. طيب بعد ال دي كده بالنسبة لأول حاجة في الاندوجينس بيجمنت. خد بالك أنا لسه في الاندوجينس بيجمنت أو الصبغات الداخلية. أول حاجة عندي اتكلمت عن مين؟ عن الميلانين. تاني حاجة عندي هنتكلم عن الهيموجلوبين. الهيموجلوبين المتواجد في الار بي سيز او في كره الدم الحمراء. فاكر لما قلت لك ان الار بي سيز ما فيهاش اي اورجانلز او اي نيوكليس او اي حاجه، فقط فيها هيموجلوبين. خلاص، هذا الهيموجلوبين هو مش صبغه باللي انت فاكره، لكن بيطلع منه صبغات. فعندي حاجه اسمها هيموجلوبين ديريفيتيفز. هيموجلوبين ديريفيتيفز يعني مشتقات الهيموجلوبين، حاجات جايه من الهيموجلوبين. يعني الهيموجلوبين وهو بيتكون بيطلع منه مشتقات، زي البترول مثلا بيطلع منه مشتقات، واخد لي بالك؟ فالهيموجلوبين نفس الكلام بيطلع منه مشتقات، زي مثلا حاجه اسمها الهيموسيدرين. الهيموسيدرين او الحديد اللي هو صبغه الحديد بتبقى متواجده عندك. الهيموسيدرين ده بيجمنت اندوجينس. البيليروبين والبيليفيردين. البيليروبين والبيليفيردين هو العصاره الصفراويه
اللي بتنتج من الليفر او من الكبد. لو كنت سمعت عن العصاره الصفراويه هي دي اسمها البيليروبين او اسمها البيليفردين. رخر الجماعه او الاطفال الصغيرين اللي بيجي لهم الصفره بيبقى تشخيصهم ايه؟ هايبر بيليروبينيميا. هايبر بيليروبينيميا يعني ايه؟ هايبر يعني عالي. طب يعني ايه بيليروبينيميا؟ كلمه ايميا يعني دم، وبيليروبين اللي هو البيليروبين ده يعني ده عنده بيليروبين عالي في الدم، عنده العصاره الصفراويه عاليه في الدم، موجوده في الدم، فبتروح للسكن الجلد بتاعه تصبغه اصفر، وتروح للسكليرا او العين بتاعته وتديها لون اصفر، وطبعا ده بيبقى خطر جدا على البيبي. وبالتالي البيجمنتس او اول حاجه من الهيموجلوبين ديريفاتيفز قلنا هيموسيدرين، تاني حاجه بيليروبين اند بيليفيردين، which are present فين؟ in phagocytic cells او في الخلايا اللي بتعمل عمليه الفاجوسايتوز. تاني حاجه عندي اللايبوفيوزين. لايبوفيوزين ايه اللايبوفيوزين؟ ده حضرتك صبغه بتتواجد في النيرف سيلز في الخلايا العصبيه وفي الهارت، وبالذات الهارت على فكره، والستيرويد سيكريتنج سيلز. مين هي الستيرويد سيكريتنج سيلز او الخلايا اللي تنتج الستيرويد هرمونز؟ ادرينال كورتكس اللي هي اللي خدناها باسم الغده الجار كلويه اللي اتكلمنا عنها قبل كده، اللي كانت بتنتج ستيرويد هرمونز، برضو دي بتواجد جواها لايبوفيوزينز او ستيرويد سيكريتنج سيلز اوف الاندوكراين جلاندز. يبقى تاني باللايبوفيوزين دي صبغه بتتواجد في النيرف سيلز، تتواجد في الهارت، تتواجد في الستيرويد سيكريتنج سيلز. يبقى انا عندي بعد او تاني حاجه من الاندوجينوس بيجمنتس بعد الميلانين حاجه اسمها هيموجلوبين ديريفاتيفز. زي انا اسف، عندي الهيموجلوبين زي مين؟ زي الهيموجلوبين ديريفاتيفز وزي اللايبوفيوزين. طيب ده كده بالنسبه مين؟ ده كده بالنسبه للاندوجينوس بيجمنتس. يبقى الاندوجينوس بيجمنتس لاخر مره ميلانين وهيموجلوبين. امال الاكسوجينوس بقى يعني ايه؟ هي البيجمنتس اللي بتبقى جايه من بره. يعني ايه اكسوجينوس بيجمنتس؟ يعني حضرتك دي حاجات انت بتاخدها من بره فتعمل لك صبغه جوه جسمك. خلاص ازاي؟ بص في الامثله وهنفهم. اول حاجه دست اند كاربون بارتيكلز. يعني ايه دست؟ يعني تراب. ويعني ايه كاربون بارتيكلز؟ يعني كربون، يعني كربونات. ايه بقى الموضوع ده؟ وتقول لك حضرتك مثلا انت شغال في مصنع بينتج كربون، خلاص، وبالتالي وانت جوه المصنع في كربون متطاير في الجو في كل حته، فانت كل ما بتتنفس كل ما بيدخل مع الهواء بتاعك كربون، ما هو متواجد في كل مكان. خلاص كده لما بيدخل جوه هيوصل للرئه، لما يوصل للرئه هتيجي في خلايا في الرئه تمتص هذا الكربون، لما الخلايا دي تمتص الكربون الرئه تاخد لون الكربون اللي هو اللون الاسود. تاني انت حضرتك مثلا شغال في مصنع كربون او بجوار مصنع، عايز بجوار مصنع كربون، فانت دايما بتستنشق هذا الكربون. خلاص، او مثلا دست او تراب، انت مثلا متعرض يوميا لتراب كتير جدا، وكل او معظم الهواء اللي بتتنفسه بيبقى فيه تراب. ايه اللي بيحصل؟ هذه الاجزاء بتخش معاك لحد اللنج، لحد الرئه، فتيجي عندي حاجه اسمها مثلا بالنسبه للدست حاجه اسمها دست سيلز. دست سيلز هي الخلايا المسؤوله عن انها تعمل فاجوسايتوزيس او انها تبلع الدست التراب عشان ما يعمليش تسمم. زيها زي الكربون بارتكلز برضو بتبلع الكربون بارتكلز، وبعدين لما يحصل الموضوع ده تيجي للرئه بتاعتك تاخد لون اسود. يبقى بيقول لك ار انهيلد. كلمه انهيلد جايه من انهاليشن. انهاليشن يعني استنشاء. انهيلد زين فاجوسايتوزد او بيحصل لهم فاجوسايتوزيس باي دست سيلز اوف ذا لانج. دست سيلز الموجوده فين؟ في اللنج او في الرئه. they appear black يعني هيدوا اللون للرئه بلاك. عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك انت لو جبت واحد شغال في مصنع كربون بقاله سنين، خلاص كده، وتعالى او مثلا توفى، شرح الجثه بتاعته وطلع الرئه بتاعته هتلاقي الرئه بتاعته لونها اسود. ليه لونها اسود؟ لانه متعرض لنسبه كربون كتير يوميا، وبالتالي دايما في عندي فاجوسايتوز للكربون بارتكلز، وبالتالي اصبحت رئته لونها اسود. ده كده بالنسبه لاول اكسوجينس بيجمنت. هل الكربون وهل الدست دوت كانوا مركبات موجوده جوه الجسم وانا خدتها من بره؟ لا، خدتها من بره، عشان كده سميتها اكسوجينس بيجمنت. تاني حاجة عندي التاتو بارتكلز. التاتو هو التاتو او الوشم. الناس اللي بتحط وشم او بتحط تاتو بيعملوا ايه؟ بيجيب التاتو او محتويات الوشم دوت او الصبغة اللي هيعمل بيها التاتو، ويعمل يبتدي ان هو ينسرت بنيدل او بابرة، ويقعد ان هو يبتدي ان هو يحط الوشم بتاعه.
طيب الوشم ده بيحطه فين؟ بيحطه في السكن، بيحطه في الجلد بتاعه. يجي السكن دوت يعمل ابزوربشن او يمتص هذا الايه الوشم او هذا التاتو. لما الجلد يمتصه يبقى من الصعب جدا ان انت تشيله، صعب بقى ان انت ايه تنضفه او تشيله، لازم بقى يتشاب الليزر وحاجات كده غريبه. طيب هذا التاتو برضو بيعمل ايه؟ قال لك ده اداني صبغه، اداني لون. ما انت التاتو مثلا لونه اسود، انت بتحطه على الجلد اللي هو جلدك مثلا لو لونه ابيض، فانت خلاص اديت الجلد بتاعك او الخلايا اللي انت حطيت او عملت النيدل بتاعتك عليها اصبح لونها اسود، وبالتالي انت كده جبت بيجمنت او صبغه من بره حطيتها على جسمك، خلاص كده دي اسمها التاتو بارتكلز. تالت حاجه عندي حاجه اسمها اللايبوكروم. اللايبوكروم، واكفي ان اقول لك ان اللايبوكروم ده عباره عن ماده اسمها الكاروتين، ماده اسمها الكاروتين. هذه الماده بتتواجد في الكاروت او بتتواجد في الجزر، خلاص هذه الكاروتين ستورد او بيحصل لها ستورج او بتتخزن فين؟ في الفات سيلز، بتتخزن في الفات سيلز، في اللي هي الخلايا بتاعت الليبيد يعني بتاعت الدهون. على فكره اقول لك على حاجه، الكاروتين له علاقة قوية جدا بمادة الكاروتين اللي هي بتنتج في العين. يعني العين بتاعتك فيها مادة، لما تيجي تاخد الاي في مادة صفراء لونها اصفر، سائل لونه اصفر موجود في العين بتاعك. وفي تجارب وابحاث قالت ان كل ما السائل الاصفر ده يزيد كل اما حدة البصر تزيد. كل ما السائل الاصفر بيزيد كل ما حده البصر تزيد. الاخر لما بيقولوا ان الجزر بيقوي النظر ما كتبوش، لان الجزر بيحتوي على الكاروتين والكاروتين بيزود هذا السائل الاصفر، فلما يزيد تقوم حده البصر او قوه البصر تزيد. خلاص كده يبقى انا اتكلمت عن الداست او كاربون بارتكلز، اتكلمنا عن التاتو بارتكلز، واتكلمنا عن مين اللايبوكروم او صبغه الكاروتين. طيب رقم اربعه، هي رقم اربعه مينرالز، معادن. معادن زي ايه مثلا؟ قال لك زي السيلفر، زي الفضه، او الليد اللي هو الرصاص. ايه اللي بيحصل مثلا؟ قال لك مثلا هنفترض ان انت برضو شغال في مصنع رصاص، وده الاشهر على فكره، اشهر من الكربون بكتير. ما شغال انت في مصنع ايه؟ مصنع بينتج رصاص، او مصنع بيستخدم الرصاص في الشغل بتاعه. فالرصاص انت بتستنشق او بتعمل انهاليشن لنسبه كبيره جدا من هذا الليد، فالليد دوت بيدخل فين؟ بيدخل جوه الرئه بتاعتك، خلاص؟ فده بيسبب لك حاجه اسمها انتوكسيكيشن او تسمم. رخر الليد انتوكسيكيشن او التسمم بالرصاص مشهور جدا، والحاجه اللي بتشخص الوفاه نتيجه التسمم بالرصاص هو وجود لون ازرق او خط ازرق في الجم. الجم تعني اللثه، اللثه اللي موجوده في الـ في الـ في الـ في الـ في الاورال كافيتي او في بقك. يعني اللثه بتاعتك لو حد مات نتيجه ليد انتوكسيكيشن او تسمم بالرصاص بتلاقي ان اللثه بتاعته لونها ازرق، في خط ازرق موجود في اللثه. اول ما الدكتور الطب الشرعي يشوف اللثه ديت وكمان ياخد هيستوري او يعرف ان المتوفي كان شغال في مصنع رصاص، يبقى يتاكد طبعا ان سبب الوفاه هو الليد انتوكسيكيشن او ان هو تسمم نتيجه الرصاص. طبعا هذا الرصاص او السيلفر. يبقى مينرالز عباره عن انتوكسيكيشن، سيلفر ابير ان ذا كونكتيف تيشو سيلز، في خلايا الكونكتيف تيشو او خلايا نسيج الدم اللي في السكن في الجلد، او الليد which appear in connective tissue cells اللي موجوده فين؟ في الجم. يعني انت لو لقيتها في الجم في اللثه تعرف انها ليد انتوكسيكيشن، لو لقيتها في السكن اللي هو الخط الازرق تعرف ان هو نتيجه سيلفر انتوكسيكيشن او تسمم بالفضه. رخي الجماعه اللي بيشتغلوا الشغلانه ديت معظمهم طبعا مش كلهم وربنا يحمينا جميعا، يعني في بعض منهم لما بقى اللي هو ايه مثلا بيعمر في المصنع اللي هو بيشتغل بتاع 20 سنه بيجي في الاخر بيصاب بامراض. طبعا مش كلهم، مش قاعده يعني، ولكن يعني بيبقى احتمال ان هو يصاب بالمرض، بيبقى احتمال كبير جدا. طيب اخر بقى اكسوجينس بيجمنت عندي حاجه اسمها كريستالويدز. يعني ايه كريستالويدز؟ بص كلمه اويد اللي هي الاو اي دي تعني شبيه. اويد لما تشوفها في اي حته تعني شبيه. شبيه مين؟ شبيه الكريستال. يعني ايه كريستال؟ يعني زجاج او بلورات. فكريستالويدز هي المركبات الشبيهة بالبلورات، خلاص؟ يبقى تاني اويد يعني ايه؟ شبيه. اويد تعني شبيه، طب وكريستال تعني بلورات، فكريستالويدز مركبات شبيهة مين؟ بالبلورات. زي مين؟ زي حضرتك احنا عندنا في التستس او الخصية نوعين من السيلز، نوعين من الخلايا. حاجة اسمها سيرتولي سيلز، سيرتولي سيلز او خلايا سيرتولي لو انت سمعت عنها قبل كده، وحاجه كمان اسمها انترستيتشال سيلز اوف لايدنج، دي اتكلمنا عنها قبل كده.
عندي سيرتولي سيلز وانترستيتشال سيلز اوف لايتنج، دول نوعين من الخلايا. ان شاء الله لما تاخد التستس هتعرفهم على طول، سهلين، سيرتولي سيلز وانترستيتشال سيلز اوف لايتنج. كل واحده منهم فيها نوع من الكريستالويد. بالنسبه للسيرتولي سيلز عندي حاجه اسمها شاركوت بوتشر كريستالويدز. طب بالنسبه للانترستيتشال سيلز اوف لايتنج حاجه اسمها كريستالز اوف رينكي. يبقى تاني، يبقى انا عندي مين؟ كريستالويدز، مركبات شبيهه بالكريستالز، زي حاجه اسمها شاركوت بوتشر كريستالويدز موجوده في السيرتولي سيلز، وحاجه اسمها كريستالز اوف رينكي في الانترستيتشال سيلز اوف لايتنج اللي موجوده فين؟ اللي موجوده في التستس. ده كده بالنسبه للاكسوجينس بيجمنتس، وده كده بالنسبه للسيل انكلوجنز. يبقى انا اتكلمت عندي هنا في السيل انكلوجنز عندي عن ان عندي نيوتريتيف سبستنس او مواد بتعمل نيوتريشن او بتقدم نيوتريشن، زي البروتينز مثلا، زي الجلايكوجين، زي الليبيدز كمان، كل دي مواد بتقدم نيوتريشن. كمان عندي بيجمنتس اللي هي صبغات، هذه الصبغات قد تكون اندوجينس او من جوه الجسم، قد تكون اكسوجينس. اندوجينس زي مين؟ قلنا زي الميلانين او زي الهيموجلوبين بالهيموجلوبين ديريفيتيفز او اللايبوفيوزين. بعد كده قلت عندي اكسوجينس بيجمنتس زي الدست والكربون بارتكلز، زي التاتو بارتكلز، زي اللايبوكروم، زي المينرالز، زي الكريستالويدز. كده بفضل الله انتهينا من السيل انكلوجنز. مش متبقينا في هذا الشابتر الا النيوكليوس فقط، والنيوكليوس ممتعه جدا وسهله جدا ومش صعبه ولا حاجه. اتمنى يكون الدرس سهل، واشوفكم الحلقه الجايه، وشكرا.